يا صباح الخير والجمال من كوبنهاجن في الدنمارك. لو بصيتوا ورايا اهو الاعلام اهي، انا بحاول اشاور عليها. الاعلام اهي، مش عارف اوصل لها هي كده او كده او كده. الاعلام اهي، اعلام الدنمارك. طب هو النهارده اخر يوم ليا في الدنمارك، وراجع ان شاء الله بالليل خالص الساعه 12 بالليل. لندن تاني ان شاء الله، بكره شغل وبدايه الاسبوع هناك، فلازم اكون هناك طبعا. بعد الفيديوهات اللي انا بنزلها ولسه هنزلها على الدنمارك وعلى السويد وعلى فسحتي هناك او المناظر الجميله والسياحه والكلام ده، طبعا لازم نتكلم على الشق بقى الايه المهم بتاعنا اللي هو الخاص بالهجره. طبعا الهجره والشغل والسفر بره. الملاحظ كالاتي، الملاحظ اللي انا شفت ناس عرب عايشين هنا في السويد وعايشين في سوري هنا في الدنمارك، هنا في السويد، هنا في الدنمارك وهناك في السويد، تمام. وفي كذا حد برضو كلمني بيشتغلوا هناك. الواضح طبعا ان مفيش باث هجره، يعني مفيش باث بتاع بوينتنج سيستم. اللي انا اعرفه ان الدنمارك لفتره من الفترات كان فيها باث بتاع بوينتنج سيستم، لما بتجيب البوينتس اللي هم طالبينها بيدوك اقامه وتيجي تدور على شغل وتشتغل وتستقر، وبعد 8 سنين اعتقد بتقدم على الجنسيه لو انا مش غلطان، تمام. فده كان موجود وكان متاح وكان كل حاجه. الحاجه الثانيه، السويد ما فيهاش الكلام ده، ودلوقتي اعتقد الدنمارك ما فيهاش الكلام ده، لكن فيها شغل وفي ناس كتيره جم السويد. اذا كان بقى ستوكهولم ولا مالمو ولا مش عارف اسمها ايه، يا رب انا ناسي الاسماء طبعا، او هنا في كوبنهاجن جايين شغل. هتلاقي شغل ازاي؟ نفس الفكره اللي انا بقوله كل مره، هو لينكد ان، وبرده على حسب انت تخصصك ايه. خد بالك، اعتقد ان انا بياخدوا التخصصات اللي هي النادره شويه او اللي هي مطلوبه جدا زي الاي تي، الاي تي والمهندسين. واعتقد كمان انها ممكن تكون عامله زي فنلندا من ناحيه ان الناس بتيجي هنا تدرس، وبعد ما بتدرس بتدور على شغل وبتكمل اعاد وبتكمل. هل السويد بلد حلوه والدنمارك بلد حلوه؟ من تمشيتي فيهم في مميزات وعيوب. طبعا المميزات ان الحياه هنا سهله قوي، الحياه تعتبر في الفلوس معقوله مش غاليه. انا كنت فاكرها هلاقيها غاليه، اللي غالي يعني لو انا طبعا للاسف دلوقتي انا بقارن ببريطانيا، بريطانيا اغلى بمراحل، ولان الباوند اعلى بكتير قوي من العملات بتاعتهم. فانا بالنسبه لي ان هنا مش غاليه، وما اعرفش المرتبات عامله ازاي، او خليني ما اكونش كذاب هنا، لا انا اعرف. لان انا اشتغلت في استونيا فتره وكان معايا ناس عايشين وشغالين من السويد في الشركه اللي انا فيها، كانت مرتباتهم كويسه مقارنه باللي بيتصرف هنا او بيتصرف في السويد. مميزات طبعا السويد والدنمارك ان الاتحاد الاوروبي، فانت الدنيا كلها مفتوحه فعلا. امبارح يعني لما رحت مالمو في السويد انا ما حدش لا بص على باسبور ولا اي حاجه، يعني انت ممكن تعيش في كوبنهاجن وتشتغل في السويد. اعتقد طبعا ده بينفع للناس اللي عندهم جنسيه مش اقامات، عشان ينفع انك تتنقل بحريه. هتلاقي امبارح وانا اول امبارح وانا بعمل تشيك ان في الفندق قابلت واحد سويدي جاي هنا في مؤتمر بيقول لي انا خدت القطر من مالمو وجيت بس كده خلص. وكلهم هم بيعملوا تشيك ان، انا بعمل تشيك ان بالباسبور، كلهم بالبطاقات بتاعتهم بتاعت الايو الاتحاد الاوروبي. فطبعا دي من المميزات الرهيبه في البلد دي عموما بقى، انك انت تقدر انك تتحرك بحريه جوه الاتحاد الاوروبي. 26 دوله جوه الاتحاد الاوروبي، بقى 27 دلوقتي لما دخلت الوقت كمان، 27 دوله بتتحركوا بحريه، ليكوا حريه انك تشتغل هنا تشتغل هناك، تتنقل هنا تتنقل هناك. فطبعا ده ميزه، دي الميزه الاولانيه. الميزه الثانيه اوروبا، سهوله الحياه، ان العربيات اللي ماشيه في الشارع، وده برده حاجه جذبت عيني لان بحب العربيات، العربيات كلها جاليه فخمه، مرسيدس، تسلا، بي ام دبليو، فولفو فخمه، 4 باي 4، 95% من العربيات اللي انا شفتها اذا كان هنا او اذا كان هناك في مالمو في السويد كانت عربيات فخمه. هل ده معناه ان مرتباتهم حلوه؟ ممكن. هل ده مثلا ان سهوله التقسيط عندهم فممكن يجيبوا عربيه جاليه بالتقسيط؟ ممكن. طبعا انا مش قادر اقرر في 3 ايام اذا كان الكلام ده صح ولا لا، بس هم كلهم لابسين كويس، كلهم شكلهم يعني هاي، مش هقول هاي ليفل، بس الكواليتي بتاعت الحياه بتاعتهم عاليه، وده حاجه كويسه، تمام. البلد نظيفه قوي. دخلت حتى منطقه كده تعتبر اللي هي امبارح كده من بالغلط يعني وانا بتمشى وبصور، دخلت حته كده عامله زي البوهيميه يعني، برده كانتش وحشه قوي، مش زي مثلا مدن تانية الدنيا بتبقى ضايعه او متسفلته في الارض. فده ميزه. هما ميزتين، التنقل وحريه التنقل، المرتبات، الفخامه اللي هم عايشين فيها، وسيله الحياه. معروف طبعا ان الاسكندنافيين عايشين في حياه مرفهه شويه. ده حاجه. باسبوراتهم قويه طبعا، بتخليك تسافر كل دول العالم من غير تاشيره طبعا، منهم استراليا ومنهم نيوزيلندا، واعتقد امريكا كمان محتاج مجرد الاستا بتاعتهم يعني مفيش فيزا، كندا. فالدنيا بتتفتح لك تماما لو معاك الباسبور بتاعهم. العيوب،
طبعا انتوا لو شفتوا انا صورت 3 ايام دول من الشمس، لكن لما تيجي تشوف في الشتاء، الشتاء بتاعهم استغفر الله العظيم. فالناس اللي زي حالاتي اللي ما بتطيقش الجو الوحش مش هيقدروا ان هم يكملوا في بلد زي كده الفتره اللي هي بتاعت ديسمبر ويناير وفبراير ومارس، بتبقى طبعا درجات الحراره تحت الصفر وفيها برد وثلج وبتاع والكلام ده. والناس اللي عايشه كمان تاكد لي امبارح واول امبارح والنهارده الجو تحفه، الجو تحفه بمعنى تحفه، يعني لابس ده انا ابتديت اتحر بيه، والشمس طالعه زي ما انتم شايفين ورايا، والدنيا جميله والناس في الشارع وكل حاجه حلوه تمام. لكن طبعا ده كام يوم، وبعد كده الدنيا بترجع تاني، يا اما بتمطر يا اما بتتبهدل. ممكن الشهر الجاي واللي بعديه عشان صيف اللي هو يونيو يوليو اغسطس يبقوا حر جدا، لكن بعد كده بترجع للبرد. فده البرد. حاجه تانية لاحظتها وهتكلم فيها بصراحه، مش عارف اقولها ازاي، انا بحاول الاقي لها الفاظ معقوله اقولها. يعني في وسط البلد لو فاكرين طلعت لايف من كام يوم، البنات لابسه بيكيني ونايمين بياخدوا تان في الشمس في وسط البلد، في وسط في وسط الشارع، في وسط الجناين، في وسط كذا. طبعا ده منظر ما ينفعش تبقى ماشي مع اولادك والمنظر ده يتشاف، او انت حتى ماشي لوحدك يعني كده او كده مش فارقه. المناظر نفسها مقززه، الناس هنا تعتبر يعني العين براحتكم. خلينا نتكلم بصراحه، طبعا في ناس مش هيبقى عندها مشكله في حاجه زي كده، وفي ناس هتقول لك لا انا ما اقدرش اللي انا اقعد في المجتمع كده. المجتمع فعلا يعني ايه سو اوبن، ده اللي انا قريته حتى كمان قبل ما اجي، سو اوبن. وبالدنمارك اكتر من السويد بكتير، يعني السويد بالنسبه للدنمارك يعتبروا محافظين جدا. الدنمارك هنا الدنيا فعلا فيها حاجات غريبه، وده اللي انا شفته بعيني بصراحه وانا ماشي وبتمشى وبروح وباجي، فده عيب من العيوب تمام. الحياه عندهم برضو اعتقد من اللي انا قريته، انا ما شفتش الناس هنا فريندلي، ما عدا بس موقف بايخ حصل في التشيك ان بتاع الفندق قدامي. غير كده الحياه هنا الناس كويسة، الناس بتعمل حلو، بتبتسم، بتسلم عليك، الكلام ده كله. بيقولوا إن الدنيا باردة هنا أو الناس باردة علاقتها مع بعض، بس أنا مش عايش هنا، أنا جاي زيارة، فالدنيا بالنسبة لي كويسة. يعني كل الحياة بتاعتي هنا أو 3 أيام دول كانت تجارب كويسة جدا، ما عدا تجربة واحدة في التشيك إن وأنا عملت عليها كومبلين، لأن واحدة كانت تعتبر قلة الأدب في التصرف والتعامل، ودي خدت وقت معايا. غير كده كويس. بس في شغل هنا، في شغل هنا، في سفر هنا انك تيجي هنا كشغل، في هجره ما اعتقدش ان في بوينتنج سيستم، اعتقد انك لازم تأدي عدد تقضي عدد سنين معين في الشغل عشان تقدر تقدم على الاقامه الدائمه وعلى الجنسيه. وطبعا من العيوب اللغه، هم هنا بيتكلموا دانش دنماركي، هناك بيتكلموا سويدي، وبالتالي لازم تتعلم لغتهم عشان تقدر انك تقدم على الاقامه الدائمه وبعدين الجنسيه زيهم زي السويد بالظبط. بس كده، ده اللي في مخي دلوقتي في موضوع السفر والهجرة للسويد والدنمارك. لو حد عنده أي معلومة زيادة عن اللي أنا قلتها يقول لي، والناس بالذات اللي عايشين في الدنمارك عرب مصريين أردنيين سوريين يا ريت يقولوا لي أي جزائر. وفي نفس الحكاية في السويد برضه، عاوزين نعرف السويد هل فيها فرص عمل ولا لأ، وإيه أنواع فرص العمل، وإيه متطلبات الشغل هناك، هل لازم يكون معاك اللغة ولا لأ؟ أعتقد لأ من وجهة نظري الشخصية الصغيرة، لأ، لأن هم كلهم هنا بيتكلموا إنجليزي كويس، وفي السويد بيتكلموا إنجليزي كويس كويس كويس، حتى الأكسنت بتاعتهم تعتبر حلوة، بتتكلم بسهولة، ما عندكش أي مشاكل خالص. بس كده، ده كان فيديو سريع. أشوفكم على خير بقى إن شاء الله في لندن تاني لما أرجع لندن إن شاء الله. السلام عليكم.